السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ شباب اليوم جايكم بآخر مقطع من سلسلة استكشاف خريطة إيرينجل الجديدة في التحديث الجديد إن شاء الله. اللي حابب يعرف متى نزول أو موعد نزول التحديث يتابع المقطع لآخر الفيديو وأكيد راح تعرف. قلتها أكيد راح تعرف متى موعد نزول هذا التحديث. ثاني شيء شكرا لكل واحد بدعم بالقناة، شكرا عن جد لكل واحد عمل اشتراك، والله والله انتوا على راسي من فوق، الله يسعد لي قلبكم. كل واحد بيساعدني وبنشر بالقناة الله يسعد لي روحكم، انتوا مش مقصرين معاي، وعلشان هيك انا كمان ما راح اقصر معاكم. الشغل اللي اول مرة راح تصير في هذه القناة انه راح نسوي giveaway او سحب على النوت 20 الترا 5G. تمام، النوت 20 الترا 5G زي ما انتم شايفين هون. ال 512 خليها تعمل فوكس الشاشه، اوكي 512 تمام. انا جبته لسه مسكر، حتى ما بعرف شكله من جوا كيف، اكيد كلنا شفناه على اليوتيوب وعلى النت وعلى جوجل وهذه. فأول ما نوصل 1000 مشترك إن شاء الله راح نسوي سحب على النوت 20. هذا واحد. اثنين، للفائز الأول راح يكون، يعني اثنين راح يكونوا فائزين، الفائز الأول راح ياخذ معنا النوت 20 الترا ال5G، والفائز الثاني راح نعطيه البادز لايف. البادز لايف شباب تمام، هذا البادز لايف كمان عشان لا حد يحكي لي لا كرتوني فاضي، لا للحين مو مفتوحة مسكرة. أوكي، الثاني راح ياخذ معنا البادز لايف تمام بإذن الله. شباب لا تقصروا معاي، مش هقصر معاكم، وكل فترة كمان بنعمل giveaway جديد تمام. So أول ما نوصل 1000 مشترك إن شاء الله راح نعمل السحب على هالجهازين. ما بدي أطول عليكم أكثر بالمقطع. الله يسعد لروحكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس واللايكات شباب، وشكرا على النشر لكل واحد بينشر بالقناة، عن جد شكرا من القلب، الله يسعدكم. خليكم مع المقطع، السلام عليكم. رجعت لكم من جديد بجيم جديد بالروز هوك. الروز هوك تقريبا نفس ما هي، لكن هي بس مجرد مباني تغيرت ألوانها وديكوراتها. يعني لو شفنا هذه المباني او راح تكون شبيهة بمباني البوشينكي، فعلا شبيهة في مباني البوشينكي، يعني ما تغير فيها اشياء كبير. اعتقد ضايفين هذا السرير جديد، البراويز والاثاث لحتى يعطوها واقعية اكثر. خلينا نشوف مبنيين ثلاث، خلينا نشوف هذا المبنى كمان ضايفين هذه اللوحة، هذا الخزان الصغير جديد. الطاولة اللي كانت هنا بالنص شالوها، خلينا ناخذ هذا السلاح عشان البوت اللي تحت لا يقروشنا. الغرفة هذه لسه نفس الشيء، نفس المكان ما تغيرت، نفس ما شفنا في بوشينكي قبل شوي. سطح المبنى نفس الشيء لكن تغير فيه فقط الألوان والجرافيك. بسم الله سرقعتني يا شيخ. يلا نجيب واحد M4 كويس. M4 طيب، انا اعتقد انها الروز هوك نفس ما هي، ما تغير فيها ولا شيء. خلينا نشوف جبل الروز. جبل الروز يا شباب ضايفين فيه هذا السياج، ضايفين فيه هذا السور. سو مش اي حدا بيقدر يجي لك طاير بالسيارة من بعيد وبش عليك وما بعرف ايش، يعني كنوع من الواقعية الأكثر. بس طيب، أنا أعتقد الروز هوك ما فيها شيء، بس مجرد ديكورات وألوان. خلينا نروح على مصنع ملتا باور. بعد طول عناء ما بعرف شو بحكوها أو كيف حتى بحكوها، وصلنا هون والسيارة مدخنة. طيب خلينا نستكشف مبنى أو مصنع الملتا باور. مبدئيا من برا تقريبا نفس الشيء، ما تغير شيء، لكن شكل المبنى نفسه تغير. زي ما احنا شايفين شكل المبنى نفسه تغير، الشبابيك،
خلينا نشوفه من الداخل كيف صار. السيارات هذه كمان شكلها تغير، المبنى بالكامل تغير، بالكامل تغير يا شباب. خلينا ناخذ لفه هيك، زي ما احنا شايفين هيك المبنى كليا تغير. طيب خلينا نطلع فوق نشوف ايش صار فيه، شو تغير فيه. اوكي فعلا تغيير جذري لببجي موبايل، فعلا تغيير جذري. ناخذ لفه كمان فوق، في بوت تحت حيقروشنا. شباب اللي بيوصل هون خلص خلص، مش زي اول تنط هناك وما بعرف ايش، لا لازم تروح الناحية الثانية او الصوب الثاني لحتى تطلع فوق. يعني بس من هذا المكان فيك تطلع فوق. خلينا نطلع فوق نشوف صار في عنا. والله جميل، يعني اول كان في هنا سور وكان في ما بعرف شو، تنط السور عشان تطلع برا. هسه خلص بكل بساطة بتطلع برا، حطينا درج كمان يمدينا نكمبر في هذا المكان اعتقد. يس يمدينا نكمبر في هذا المكان، حلو عشاق الكمبرة يا حب. زي ما احنا شايفين ما فينا نطلع السور الثاني هذا، والله ما فينا نطلع. حاولت اطلع من هون لكن ما فينا نطلع. خلينا نجرب مرة ثانية. واو واو اوكي فينا نطلع، لكن ما اعتقد انه بنحصل في شيء، يعني هو مجرد مكان للكمبرة لا اكثر. والله حلو، والله مكان رائع للكمبرة صراحة. الخزانات هذه مثل ما احنا شايفين جديدة على فكرة، الخزانات هذه كليا جديدة. السور هذا اللي حاطين السور الحديد هذا كمان جديد. اوكي خلينا ناخذ السيارة ونرجع للملتا باور اسرع. مثل ما احنا شايفين وصلنا للملتا باور اللي كليا تغير. اذا تتذكروا كان في هون ساحة كبيرة، اختفت الساحة، راحت الساحة، حطولنا مكانه هذا الهانجر. خلينا ناخذ لنا لفة سريعة بالهانجر قبل لا يجينا الزون. زي ما احنا شايفين فعليا تغير، ضافوا الهانجر هذا وضافوا الهانجر الثاني. يس ضافوا هذا الهانجر كمان، الخيمة هذه الصغيرة ما كانت موجودة كمان ضافوا لنا اياها. هذا يعني لما زودوا الاماكن هذه وزودوا الهانجرات وزودوا الخيم وزودوا ما بعرف شو، هذا يعني انه صار في لوت اكثر. زي ما احنا شايفين شباب في هذه الاماكن حتى يمدينا نكمبر هون، في هذه الاماكن ضافوا كمان خيم، الخيم هذه كمان جديدة وحلوة، اكيد فيها لوت راح يكون زيادة. ضافوا هذا الهانجر اللي ورا كمان، هذا الهانجر اللي هو كان هون على الجنب، يعني ما بعرف هو نفسه ولا، المهم انه مغيرين مكانه وضايفينه جديد. تمام فاحنا راح نقول انه هانجر جديد. ناخذ فيه لفه سريعه. طيب خلينا نروح للمبنى الاساسي، المبنى الاساسي اللي بالملتا باور. طبعا هو عباره عن مبنى واحد منقسم لثلاث مباني، الثلاث مباني بيدخلوا على بعض من نفق واحد او جسر واحد. خلينا نفوت من اوله ونطلع من اخره. الملتا باور كليا تغير زي ما احنا شايفين، المبنى كيف صار شكله، يعني زاد اللوت زاد فيه. شوفوا هذا المكان كله تغير. شباب ببجي موبايل والله روعة، وقاعدة تتعب على محتواها وقاعدة تتعب على شغلها وقاعدة تتعب، بس ينقصهم شغلة واحدة انه يقووا شغلة الانتي تشيت. يعني يرفعوا حملة ضد الهكرات ولا يعملوا اي شيء ضد الهكرات علشان يريحونا منها.
كل واحد يشتغل فينا على حسابه ويتعب على حسابه ويدفع على حسابه ويرفع تقييم وما بعرف شو، وبالآخر للأسف تبلع من هاكر بدون رحمة. تكون تلعب انت بس هيك داخل يخرب، مش والله يعني داخل ينبسط او ما بعرف، هو التخريب في دمه وناسه، يعني يعتبر انه هو داخل خلص التخريب عنده سعادة. طيب باختصار عشان الزون اجانا، خلينا نطلع من الناحية الثانية. زي ما احنا شايفين انه هون طلعنا من الجهة الثانية من المبنى، زي ما حكينا المبنى الاساسي هو عبارة عن مبنى واحد مكون من ثلاث مباني بيدخلوا على بعض. صار في عنا هذا المكان. طيب خلينا نكتشف هذا الابراج القديمة، هل هي لسه نفس ما هي الابراج هذه؟ هذا البرج اعتقد نفس ما هو، لكن اوكي الخيام هذه اعتقد وراي كمان. طيب الابراج البرج هذا تغير، زي ما احنا شايفين اعطوها واقعية اكثر لتكسير البرج، انه اثار التكسير موجودة تحت في الارض زي ما احنا شايفين هون مع بعض. اثار التكسير موجودة بالارض، رائع رائع. واعتقد انه صار لازم اطلع من الجيم ونفوت جيم جديد. خلينا نشوف وين راح نروح. اعتقد انه شفنا حاويات المطار وشفنا المطار، شفنا بوشينكي، شفنا روز هوك وبنايات السكول، وشفنا السكول، شفنا الملتا باور ومصنع الملتا باور. اعتقد صار لازم نروح الحاويات. خلينا نروح الحاويات ونشوف اخر التحديثات في الحاويات. طيب شباب هنا بنكون وصلنا للحاويات، خلينا ناخذ لنا لفه سريعه بالحاويات ونبلش بالحاويات. اوكي انه قصدي مش الهانجر يعني. طيب الحاويات مثل ما احنا شايفين نفس حاويات المطار تقريبا، ما فرقت كثير. خلينا ناخذ السلاح هذا عشان لو يجي بوتي قروشنا. طيب تقريبا نفس الشكل، الصناديق هذه ما تغيرت، لكن ضافوا الشجر هذا تقريبا صارت مقاربة لببجي ستيم نفس ما حكينا في اول المقطع. وكمان ضافوا لنا الصخر هذا، بدل ما كان صناديق صار صخر، يعني واقعي اكثر. تعالوا نشوف شكل الهانجر كيف صار. شكل الهانجرات مثل ما احنا شايفين من برا، الابواب، المبنى كله تغير. الدرج هذا من الجنب لانهم شالوا السياج او شالوا السور اللي كان على الجنب نفس ما حكينا بالاول، كمان تغير. ناخذ لنا لفه سريعه ما نطول، بعدين نروح على الهوسبيتال. الهوسبيتال اعتقد كمان فيها تغييرات احنا ما شفناها لكن لازم نشوفها. اوكي شوفوا اضافه السيارات هذه اعطتها واقعيه كمان اكثر. السيارات هذه حتى يمدينا انه نطلع على الحاوية فيها، يعني شوفوا مش زي ما احنا متعودين عليها انه كلها صناديق عشان تطلع فوق. لا خلاص غيروا لك مرة سور، مرة صندوق، مرة سيارة. وصلنا الهوسبيتال مثل ما احنا شايفين، حتى مكتوب صار في لوحة مكتوب عليها هوسبيتال، مستشفى. طيب خلينا نفوت ونشوف ايش التغييرات اللي صارت جوا. المدخل تغير، انا بتخيل انه يكون في سراير مرضى. خلينا نطلع فوق نشوف ايش الوضع. كراسي الانتظار، والله شوفوا يعني حطوا لكم ديكورات مستشفيات جد. يلا تجيب انفور، ما اقدر اقاوم، ما عليه. خلينا نطلع فوق نشوف شو الوضع. والله انا متأمل اني اشوف السرير مستشفى صراحة. خلينا ناخذ لنا لفة سريعة 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 سريعة. يعني السرير مستشفى بدون الفرشة مش مشكلة. طيب نفس ما احنا شايفين انه مستشفى مهجور،
عشان يعطوك الواقعية انه عن جد انت بحرب. اوكي مستشفى عفوا سطح المستشفى ما تغير نفس ما هو. اعتقد خلصنا الاماكن المهمة اللي موجودة في خريطة كرانجل، وشفنا كل التحديثات اللي فيها، وشفنا كل شيء جديد فيها، وصراحة خريطة جدا خرافية. في مكان حلو بحب اورجيه لاصحاب الكمبرة. شباب انا انصحكم في هذا المكان، يعني اذا كنت تلعب تقييم تعال هذا المكان وانسى الموضوع، ما حد راح يشوفك لبكرة، خليك نايم. زي ما حكينا انه تقريبا كل مكان شفناه، لكن باقي مكان واحد صراحة انا حابب اشوفه، السجن. يعني من اسمه انا حاب اشوف شو التغيير اللي صار فيه جد والله. فخلينا نروح نشوف السجن ونشوف شو تغير بالسجن ونختم المقطع. هون بنكون وصلنا للبريزن او السجن. شوفوا ما اجمله، شوفوا ما اجمله، عن جد سجن، عن جد سجن. الابراج، ابراج المراقبة هاي تبع السجن، يعني جد هيك. خلينا ناخذ لنا لفة سريعة ونطلع، بس ما بعرف اذا يمدينا نطلع هون بالابراج هذه. لا مسكرة. شوفوا جد صار سجن. خلينا نشوف هذه اصلا هي الهناجر هاي، هي بالاساس يعني هاي هي سجون اصلا ولا مجرد هناجر؟ انا اعتقد هي مجرد مخازن هناجر. خلينا نشوف المبنى الاساسي للهانجر للسجن. هذا الملعب تبعهم تبع المحبوسين، وهي زي ما احنا شايفين هون اضافوا المدرجات هذه، جدا جميلة جدا جميلة، يعني اضافة رائعة صراحة، تعطيها واقعية اكثر للسجن. خلينا نشوف المبنى الاساسي او المبنى الرئيسي للسجن. زي ما احنا شايفين مو متغير في شيء غير الجرافيك والاضاءة والالوان وهالقصص هاي. ما بدي اطول عليكم واحاول اختصر انا في المقطع، راح نطلع فوق سريع سريع نشوف اذا تغير شيء ولا نفس الشيء تقريبا. حتى اذا ملاحظين كنا نفوت هذه الغرفة كان فيها سجن جوا شايلينه، فبطل في سجن هون. طيب اعتقد هذه غرف السجن. نطلع اخر طابق كمان نفس الشيء، ما في شيء تغير. نطلع السطح كمان، السطح نفس الشيء وما في شيء تغير. خلينا نشوف اخر مبنى في منطقة السجن اذا تغير فيها شيء كمان ولا. طيب اول كان بيت، الحين صار مبنى، حتى مبين مبنى مكاتب، مبنى غريب يعني. خلينا نستكشفه سريع مع بعض. هنا في عنا اول شيء الغرفة هذه، على فكرة مبنى جديد. اوكي المبنى جديد. الغرفة هذه نطلع درج. والله ما بعرف ضيعت انا. اوكي الدور هذا من الدرج هذا ما في الا هذول الغرفتين. طيب لو رحنا مثلا، لو رحنا المبنى هذا كله هيك بس، والله بس هيك مش كبير يعني، هو بس هذا الدرج، نطلع هذا الدرج، في غرفة هون وغرفة هون وخلص الموضوع. صلى الله وبارك. اوكي اعتقد لهون نكون ختمنا سلسلة استكشاف الخريطة الجديدة ايرنجل او التحديث الجديد. شكرا لكل واحد ساهم في القناة، شكرا لكل واحد ساهم في نشر المقاطع، الله يعطيكم العافية. تذكير شباب، السحب اللي راح يصير على النوت وعلى البادز لايف اول ما نوصل ان شاء الله 1000 مشترك راح نعمل السحب على هالجهازين. ثانيا نفس ما حكيت لكم في المقدمة انه تابع المقطع للاخير راح تعرف موعد نزول التحديث. التحديث راح يكون بين تاريخ 7 سبتمبر لتاريخ 15 سبتمبر من الشهر القادم، يعني راح يكون بين تاريخ 7/9 و15/9 في هذه، في يعني بينهم اسبوع تقريبا، تمام؟
في هذه الأيام إن شاء الله راح يكون نازل التحديث على جميع الأجهزة وفي جميع الدول بإذن الله. ما بدي أطول عليكم أكثر، الله يسعد لروحكم، شكرا جميعا، شكرا من القلب لكل واحد اشترك، لكل واحد حيشترك، ولكل واحد نشر في القناة، ولكل واحد نشر الفيديوهات، الله يسعد لقلبكم جميعا. لا تنسوا الاشتراك في القناة شباب، لا تنسوا تفعيل زر الجرس، اللايك إذا تروحكم، اللايكات تسعدني أنا شخصيا صراحة، كومنتاتكم الحلوة اللي بشوفها تحت كمان تسعدني، الله يسعد روحكم. شكرا، السلام عليكم.